اهلا بيكم مشاهدينا، وعودة طيبة لينا. يا رب تكون حلقتنا عاجباكم النهاردة، ومعانا ضيوفنا الكرام اللي نورونا وشرفونا. معانا مين؟ هم يعرفوكم بنفسهم. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا شرفتينا استاذتنا شريهان. استاذة شريهان مين؟ شريهان كمال. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ومعانا بنوتتنا الصغنطوطة مين؟ هيفن. هيفن هيفن احمد. اهلا وسهلا يا أهلاً هيفن، بحضرتك، منوروني يا جميله. شكرا. طيب ومعانا مين كمان؟ مروان. مروان مين؟ احمد محسن. حبيبي حبيبي شطور. حبيبي مروان، مروان الشطور اللي متابعنا دايما في حلقتنا، واللي كان معانا على الاتصال الهاتفي الاسبوع الماضي. مروان هيكلمنا عن مواهبه، واكيد ماما هتحكي لنا حاجات كتير عن تربيه ابنها الجميل مروان. تعالوا نسمع مروان هيقول لنا ايه. مروان قولي، بتحب ايه؟ القراءة. بتحب القرآن. الله. والسباحة. هايل. في حاجة تانية مستخبية احنا مش عارفينها؟ طيب هايل جدا يا مروان. ولو تلاحظوا مروان بيحافظ على جسمه ورشاقته، ولو تلاحظوا ان هو بيهتم بكل شيء، منسيش ابدا القراءة علشان يتعلم، صح يا مروان؟ صح. طيب استفدت ايه من قراءتك؟ من خلال قراءاتك كده لما قريت اتعلمت ايه او استفدت ايه؟ عرفت معلومات؟ استفدت معلومات؟ قول لي، صوتك الجميل طلعه كده عشان كل اصحابنا يشوفوك ويستمتعوا بكلامك. ايه اللي عرفته؟ خدنا معلومات؟ وبقيت حاسس ان انت يعني فاهم كده حاجات كتيره موجوده حواليك؟ ايوه. تمام. طب احنا مش هنقول لك حل الفزوره دلوقتي، احنا نخلي اصحابنا المشاهدين اللي موجودين معانا يتواصلوا معانا ويتصلوا لو عرفوا حل الفزوره الجميله اللي موجوده معانا. لكن تعالوا نكمل حلقتنا ونشوف استاذه شريهان منورانا. انت واجمل هيفن. شكرا. انا عايزه حضرتك تقولي لنا عن تجربتك مع اطفالك، وبالاخص مع مروان، وازاي حضرتك شجعتيه على القراءه. والله طبعا انا كنت، هو كان لسه صغير مروان، لسه في كي جي، اسفه، في برايمري 1 ما شاء الله. حضرتك لما جيتي كلمتينا عن المسابقه بتاعه القراءه، تمام، لقيت ان هي فرصه. كنت بحاول اجيب له قصص كده وهو صغير، حاجات بسيطه كده، ان انا اقول له يقرا ومش عارفه ايه، قصص تشجعه ومش عارفه ايه، بس كان الموضوع ايه، مش دائم بصراحه يعني. يعني تقدري تقولي لما بيكون حد بيشجع الاولاد، لازم كل المعلمين يشجعوا اولادهم. صح. ولازم كل اللي موجودين اللي بيربوا اطفال او بيشوفوا اطفالهم لازم يشجعوهم على حب القراءه، عشان تقدر تزرع في طفلك شيء جميل. لازم تشجعه بحاجه جميله، ببسمه طيبه، لو مش يعني لو ما فيش اي حاجه ماديه يبقى بسمه جميله، او بالتشجيع الكلامي تقول لهم كلمه جميله، برافو، هايل، ممتاز، انت مبدع، هتقدر ان انت تحقق الشيء اللي انت عايز تحققه جواه من المواهب او من الابداع او من حب الشيء ده. طيب تعالي نرجع تاني نكمل كلام حضرتك، اتفضلي. مظبوط. بس فلما جت المسابقه دي بصراحه شجعتني اكتر ان انا انزل بقى اجيب له كتب وحاجات وكده، وان انا اخليه يقرا. لقيت هو عنده استعداد، لقيته هو فعلا عنده استعداد ان هو يقرا، وابتدى ان هو يتجاوب معايا، وابتدى ان هو يحبها، وابتدى يقرا حاجات كتيره، وكل يوم يقول لي هنقرا النهارده ايه، وايه القصه اللي هنقراها النهارده. حسيته ان هو يعني مندمج جدا في الموضوع، وعايز فعلا ان هو يقرا وحاببها. تمام. فشايفاها ان هي كانت فرصه كويسه جدا ان احنا ابتدينا ان احنا نقرا، وابتدينا ان احنا هوايه نستفيد، ما كانتش وناخد معلومات، نستفيد بمعلومات. حضرتك قدرتي تستفادي كمان من خلال حاجات قراءته. كتيره طبعا. انا كنت في حاجات مش عارفاها فعلا، صدقيني، في الحاجات، في القصص اللي احنا جبناها كنت في حاجات معلومات مش عارفاها، ابتديت حتى ان انا شخصيا اعرفها ما شاء الله، يعني حتى عن الكواكب ومش عارفين، ما ابتدينا نقرا في الكواكب وكده، ابتديت ان انا في حاجات فعلا اعرفها انا وهو. هايل يعني جدا. انا وهو هايل جدا. المشروع الوطني للقراءه اللي كان مقدم بالتعاون مع مصر والامارات، اللي من خلال دكتورنا عرفناه، دكتور احمد شلبي، وانا بحييه من هنا، من خلال موقعنا او من خلال مكاننا، من خلال كمان مدرستنا الجميله. للاسف مش هقدر اقول عن المدرسه، ولكن هنتكلم دلوقتي عن اطفالنا الجمال اللي موجودين معانا. وعايزه اقول لكم ان التلقائيه الشديده الجميله اللي موجوده مع اطفالنا، هتشوفوا دلوقتي منظر رائع، وقد ايه حنان الام الموجود في كل مكان. بعد اذن حضرتك سلط الكاميرا وورينا على جمال هبل. لا هبل منورانا، وبساطتها ان احنا صحيناها من النوم اصلا. ايوه هي بركبت العربيه الصبح بتتعب. العربيه الصبح بتضايقها لما بتصحى الصبح كده وتركب العربيه،
بطنها بتضيق. شايفين التفاهم الام وقد ايه الام الجميله فاهمه اولادها، هو ده اللي بنقدمه من خلال برنامجنا، ان احنا نفهم اولادنا ونشجعهم، وان احنا نتحاول نتواصل معاهم قد ايه الشكل الجميل اللي انت شفتوه ده تواصل ما بين الام والبنت او الام وبنتها او الام واولادها عامه. يعني حاولوا تتواصلوا مع اولادكم باي شيء موجود حتى ولو كان الراحه ليهم، تمام؟ ده شيء بيحفزهم وشيء قد ايه بيقرب ما بينكم وما بينهم. ربنا يحفظ كل اولادنا في كل مكان. تعالوا نكمل حلقتنا ونسمع مروان هيقول لنا. مروان، ايه القراءه اللي ايه القصص اللي قراتها واللي هتقول لنا عليها النهارده؟ قول لنا قرات قصه ايه؟ ايه اكتر قصه عجبتك يعني؟ اعتقد هو كان اكتر حاجه بيحبها كانت حب الاستطلاع. دي يا مروان كانت حب الاستطلاع دي؟ ايوه. كريستوفر كولومبس؟ ايوه. ولا ايه؟ ايوه هي دي. اسمها ايه بقى عشان انا عايزه مروان يسمعوها منه؟ قول يا مروان قصه ايه؟ كريستوفر كولومبوس. طيب تمام. هو كان بيقول لي الاسم كان صعب جدا في الاول بس مع التدريب، صح يا مروان؟ صح. مع الممارسه قدر مروان يقول الكلمات بطريقه صحيحه. طيب انت اتعلمت ايه من كولومبوس او عرفت ايه عنه؟ قول لاصحابك اللي مش عارفين. متتكسفش. كان هو بيستكشف كل الحاجات. تمام. هو صغير رسم خريطة. أول واحد رسم خريطة كان هو، صح؟ تمام. برافو يا مروان، هايل. وإيه راح بقى إيه راح بقى إيه لعند حد كده إيه عشان بقى ياخد حاجات بقى إيه عشان السفر بعيدة جدا. سفر بعيد جدا، يعني قدر إن هو هيستكشف عشان هيسافر هيستكشف البلدان، صح كده؟ صح. تمام. يلا اكتشف كمل. إيه قول لنا اكتشف إيه بقى؟ أمريكا. صحيح. كولومبوس هو اللي اكتشف مين؟ امريكا. صحيح. وكانوا بيسموه ايه؟ البحار. امير البحار المحيطات. امير البحار، البحار والمحيطات. تمام، هايل. ورجالته ايه؟ احنا تعبنا بقى من السفر، احنا تعبنا. فهو ايه كريستوفر كولومبوس قال لهم لا احنا هنكمل الرحله. هايل. هنكمل الرحله علشان ايه؟ يشجعهم. وقدر فعلا انه يتوصل لمعلومات خطيره ويرسم الخريطة الجميلة. كان أول واحد، أنت قلت معلومة كده خطيرة، قلت إيه؟ أول واحد يعمل إيه؟ كريستوفر يرسم خريطة. أول واحد يرسم إيه؟ خريطة. يرسم خريطة. طبعًا يا أصحابي أنا عايزة مروان يقول لنا، قول لنا يا مروان أنت استفدت إيه؟ إن بالبحث، صحيح؟ إن إحنا نقدر نبحث ونستكشف أي شيء حوالينا. أيوة. عن طريق البحث فيه، صح؟ صح. الاستكشاف، نبحث وندور ونفكر في أي معلومة جديدة. مروان ابننا الغالي في الصف الاول ابتدائي نموذج رائع. هو بصراحه وتشجيع مامته، مش هكلم عني تماما بس بصراحه تشجيع الام هو الاساس في كل شيء. ربنا يبارك في كل اولادنا. اتمنى ان كل اولادنا يحبوا القراءه. زي ما استاذ سامي كان موجود معانا في الحلقه وكان بيكلمنا عن طريق التليفون وبيقول لنا لو سمحتم انتوا هتتكلموا عن حاجه النهارده عن القراءه. قلت له ان موضوعنا شيق جدا وده هنقول يعني ان القراءه اهم شيء في حياتنا، لازم نستوعب من خلال قراءتنا نقرا كتير عشان نعرف معلومات اكتر يا اصحابي في كل مكان. تعالوا نكمل كلامنا مع استاذه شريهان. قولي لنا بقى ازاي كانت تجربتك ايه في اول طفل؟ والله يا استاذه نوره كانت حاجه صعبه طبعا في الاول، كنت مش مصدقه ان انا يعني ان انا اخش بالتجربه دي. يعني ما شاء كنت الله. طبيعيه بقى بنام واصحى براحتي ومش عارفه ايه وكده، وفجاه كده اتخضيت لقيت معايا مروان. حياه صعبه جدا. مروان كان صعب كمان يعني يصحى بالليل وطول الليل صاحي وطول النهار صاحي. حياه كانت صعبه قوي في الاول بس بعد كده الحمد لله يعني الواحد بيتخطى كده واحده واحده ومش عارفه ايه. بتبتدي ان انت تتخطي الدنيا والدنيا تعدي وتعلمي وتقعي شويه وتقومي شويه اكيد وهو يعلمك وانت تعلميه. هايل هايل. يعني مش هو دايما. يعلمك وحضرتك تعلميه. اه فعلا. طيب قولي لنا التجربه الجميله دي انت حضرتك عشان تتعلمي عملتي ايه؟ والله كان مش يعني هو طبعا بتاخدي استشارات من اللي حواليكي ومن اللي اكبر منك، من والدتك من اختك، بتشوفي الناس. تمام. اللي حواليكي مين عنده خبره طبعا احسن منك، بس صدقيني ما فيش خبره بتاخديها اكتر من انك تعيشي الموقف. يعني تمام. انك تعيشي الحياه كده وانك تعيشيها واحده واحده هي اللي بتديك الخبره. والتوجه في الموقف اللي عشتيه لحد متخصص في التربيه. صحيح, صحيح. كان يعني مش قوي بس كان دكتوره دايما هو اللي كنت بصراحه كنت بلجأ له دايما. يعني مش عارفه اعمل ايه، طب اروح فين، طب ده في حياته مثلا اللي هي اللي كانت لما كان يتعب او كده، او مثلا في التخصص بصراحه كنت بتتعلمي لوحدك. يعني مش قادره اقول لك اني كنت
حد بيعلمني قوي على قد ما انت ما انت لوحدي بتعلمي. بتسمعي برامج؟ صحيح طبعا للاطفال. طبعا طبعا الدكاتره كانوا بيطلعوا يكلموا، كنت بقعد اسمع لهم، كنت بشوف ايه اللي انا بغلط فيه، كنت بشوف ايه اللي انك تتعلمي من اخطائك. صحيح. في التربيه، او تشوفي الخطا اللي كان موجود وتحاولي حضرتك. بتنرفزي كتير الحاجات دي، كانت غلط جدا ان تبقي غصب عنك. ايوه خلقك ضيق انصحي كل الناس عشان النرفزه دي بتكبت كتير من اولادنا وبتخليهم يطلعوا زي ما اتكلمنا في حلقتنا الماضيه وقلنا اللي حضرتك شاركتي فيها بالاتصال، وقلنا يا اصحابنا يا احبابنا في كل مكان لازم التوجيه ما يكونش بالعنف. العنف مش حل، العنف ممكن يطلعه شخص غير سوي. صحيح. ممكن يأذيه نفسيا، ممكن يحاول ان هو يعني يعمل اي عم. برافو عليك يا مروان، شفتوا مروان بيقول لنا ايه؟ ممكن يأذي اولادنا ازاي؟ ممكن يتعور. فبنقول لكل اولياء الامور ونقول لكل الموجهين واللي سامعيننا في كل مكان، كل اللي عنده طفل حاول ان انت تتعامل معاه بشكل لطيف، حتى لو ابتدى ان هو يعمل شيء يأذي حضرتك او هو مش واخد باله من تصرفاته. فحضرتك بتبتدي توجهه اول مره باللين، تاني مره ممكن اقول لحضراتكم عن معلومه خطيره من خلال جسر المحبه اللي هتبنيه بينك وبين طفلك، تقدر حضرتك انك تحرمه من حاجه مثلا بس لمده يوم مثلا. يعني مثلا هو بيحب الشوكولاته، صح يا مروان؟ احنا بنحب الشوكولاته كتير. تمام. عشان حبنا للحاجات الجميله اللي بتكون حوالينا، الشوكليت او اي حاجه هم بيحبوها، ممكن حضرتك من خلال المحبه اللي بينك وبينهم، الجسر اللي انت بنيته وقدروا ان هم مثلا زعلوك في يوم او زعلوكي في يوم، تقدري تمنعي عنهم الشيء دوت وتقولي لهم فعلا وتنفذي كلامك، انا مش هجيب لك الحاجه دي لمده يوم او يومين، جرب كده وهتلاقي ابنك ابتدى يصلح من نفسه مقابل ان هو هيعوز الحاجه الحلوه اللي انت بتديها له. بعد كده هيبتدي يتعلم من اخطائه ان الشيء اللي بيعمله ده مش هيخليه يتمتع بحياته ولا بالحاجات الحلوه اللي انت بتديها له، بدل من ان انت حضرتك تصرخ فيه او تاذيه باي كلمه. استاذه شريهان انا بشكر حضرتك على اللقاء الممتع والجميل. شكرا جدا. ومروان القارئ المميز حبيبي وابني الغالي اللي متعنا بقراءته الماهر جدا، شكرا يا مروان لتواجدك معانا، بحبك قوي. شكرا. ومنتظرين كل اطفالنا ينورونا في برنامجنا. لو كنت موهوب او صاحب فكره جميله او عندك اي معلومه خطيره حابب تشارك بيها، تعالوا معانا شاركونا في برنامجنا علم طفلك. شكرا لكم اصحابنا في كل مكان، كنت سعيده ومبسوطه بتواجدي معاكم، واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم.